بسم الله الرحمن الرحيم كلن تبعنا ونكسن داود يلا جيستيال كسر بعد برامج كميكروفون كشبيلة أو تدبات ولي بعد كذا بطان راضية هي يصير دكلة تي في كشبيلة مركل كلن تبعنا ونكسن برامج كميكروفون كوه حتى بقلنا يا اسبتال كحمر كاسيو كذا بينا يا حنو نذكر عاد كل جوسيدا سدا جلب حنون ك دبر حنون كي وحيا وها الله ميت يدو سدا كل اسبتال كوه كذا بينا يا حنو نذكر عاد عرورتا يصير دكلة حنو نذكر عاد نمان بني آدم ك وحنو اسبتال كوه كويا لك سهرشيت ك اسبتال كحوجة كسر هذا مركل يقولوا برامج كميكروفون كشبيلة. هل كان واسبتال كحمر وحنا كيل كرتاه أديك ولا به أو عافي ما أدري. سيدو كل واحد ديار كوجا تقتر كعذورة دقوت إيه تقتر كقلين كا. تاسو حسيدر تقتر كنيرفا يلا موجان. سيدو كلا وحايدين كود ديار إيه تقتر كهوان كا. ناقتي فولي هسه غرياش يلو دليسين اسبتال كحمر على كيانو. سيدو كلا اسبتال كحمر وحاكو كود ديارة daweynta cudurada dhalmalaanta qofkii u baahan in loo qurxiyo ilkaha wuxuu leeyahay qayb kale oo gaar ah oo dentista sidoo kale waxa ku diyaar ah daktarka caruurta ee Umar Sham isbitaalka Xamar hadda waa sheegmi Xamar tan walaal isha sheegaya inta ku yaala marqan oo ku wareerbe isbitaalka Xamar waxa uu ku yaala degmada Xodan ka soo jeedka isbitaalka Xoga ama ka wac lambarka gaaban ee 73 33 واو بلنتينو حمر هوسبيتال حتكسر واتاب برامج كميكروفون كشبيلة اكو دوا ولا هذه هذا مقعد صدحاني دقمدا دقنتاي مقعد يوسف نور ابراهيم دقمدا نو كارن كارن أركان ملان بنوني أومان يوسف نور إبراهيم يوسف داودي يوسف دوكا صاحب كيقول إبراهيم مش كيات هذا طبعاً كان نبرة كوب إلا يتوان نبرة قفصو والله وحان قفص تدو نبرة كتدوات دي إبراهيم مش كيات نبرة كتدوات دي إبراهيم مش كحكو يوسف سؤال هنا تينا هنا ده هاي فرنان دونان شيء كونفورت الصومالي سنة كي أو يميت جمي استها شيء كونفورت الصومالي سنة كي أو يميت جمي استها والله أرتو سويش وعلك تاي كودي كا داس كده وعواي كونفرسو ما نحلي قيوم دوا كسكال بغض ثلاثة اللي هذي ثلاثة اللي أدبا ما سنتها وصوري ويسا طبعا وقتي كلا يوم كورو تشيني لكن سويش تحدا ما ذكرن برنامج مركي كوكو هري سبات كغيب قادة طبعا مش سهرة بباقو غيب قادة برنامج روا أود غيب قادة لكن كان يقعد سب إذا عدنا تيشي maxaa shabeel la isbitaal ka xamar barnaamij ka taaba gelinaya labadu iska kaashanay leedahay markaas aad iyo aad ma santiin sano baa wax macnaha Soomaalka soo ku bixis taas la leen markaa danyar leen macnaha ay ka soo qayb galaan danyar nuu aanu kala to barnaamij san soo gudbina kala ah oo dhawba soo dhaw saaxib oo ku dhawaa barnaamijkan ma sha Allah magacaagu saddexan iyo degmada magacaygu Cabdullaahi Maxamed Cabdi degmadeena waa degmada Hodan saax halkan waa xeebta Liido ها وسكان باش علينا برامج كم هرب اوغي قيب قادته طيب سمركي كوغو ريسي ومركي و ريسي كخيب قادته برنامج كان محارج ثاني سمر محارج انا ان شاء الله اقول هادو الى رادو اون اول مره انت كوغو ليست نبرده كوب الى 17 نبر قبصو نبر كات قبصتي سواش كو حسن ان كو يدين دونا اوكي ان شاء الله كو الى 17 حا قبصن لها نبر كات 7 صح ها نبر 7 حا كو حسن سؤال صاحبك كهوري ايا غران وايو انو يديني شي كونفورت الصوماليه سنتكي او يميت غوميستها sanadkii uu yimid konfurta Soomaaliya gumeystaa wuxuu yimid sanadkii hadaan isku dayo su'aasha waxa weeye wuxuu yimid sanadkii 1873 ku celi gumeystii wuxuu yimid 1873 ha oo ma tan tahay ma aadan garan dabcan laakiin waa soo dhaweysay maxaad marka barnaamijkaani aad leedahay dhalinyarada ugu gubaabinaysa insha Allah waxaan leeyahay barnaamijka laga soo qayb qaato barnaamijka Shabeelle TV dal yarna halu soo dhawaalay insha Allah soo dhaw aku dhawaa dhawaa walaal magacaysa saddexan waa Hanad Xuseen Diini aku noolahay degmada Hodan ha arday jaamacad igta jaamacadan ha IT ha barnaamijka mikrofoonka shabeelle todobaad wali baayeen TV ga iyo istaalka xamra iska kaashanayaan saaxiibada kala duwan ee kala qayb qaadanayaan sida waragtaa waa okay waa asoo dhawaynaa inaad maanta ku qayb qaadatana waa aad ugu faraxsan tahay haa waa ku faraxsanahay maanta inaan ka baxay barnaamijka ma daawataa mise dhageysataa
شبل تي في ما إذا عضل ما بدك يجت ما قالوا واقرتين بل صور هو مركلين ما أنت تقول جوري سندنا ما لقوا دعوان دونا قف كي جوري أكقب قطع أنت سمعن تضاد كي جوري باتا نمبر كواد لا يتوناد نمبر قفصو نمبر كات قفصو تسؤال شكل سنة كوي الدين يعني نمبر صدح نمبر ك صدح هذه برامجك شيك مقال دي لو أقول جري بندر قاسم شيك مقال دي لو أقول جري بندر قاسم سيلا أملنا سيلا بندر قاسم بندر قاسم مي واغانا بندر قاسم بندر قاسم مقال دي لو أقول جري شيك مقال دي لو أقول جري بندر قاسم هذا أنا مقال كلا بيلا بل سواب لو أقول جري يا غولكي كوتالا ادي قال يا روي انك تشبفتو مي ما خان ما يقين قونتا كم تاي او دنبين مرك ما حد سو جيدنيسا صاحبودو كو داوانايا ابراهيم شنو كيقيب قاتان جعل مسنه سي عفسنه ما حد كو غبابنيسا وان دايا اسك عفسد اسك سارا اسفدي ان اد اتكيب قاتان هايا انك جورت مهما سولو ادي ولال مغاغو صدخن مغاغو حواي عبد الله محمود محمد عبد الله اه برامش كين مدة وداوني السيوة لسه عتي وحوا وهذا كسر ديرتي ساس واي كوي لا طبعا نمبر قفص نمبر لو نمبر كا لواتي برامش كا وحنا قنا يا شيء قبل كا وجود جموعين كبدن سوماليا شيء قبل كا وجود جموعين كبدن سوماليا قبل كبرندر صح واي ها هذا ما سنتهم بلي أيام كلها يود قولي استالك حمر أيها كوجو تلاقي عليه هديت محل استالك يشبه له والله بلي تلا يوم ما يستين سلوا هذا إن حادن لي شقلا ودين حواي شقلا ولوب أنا مر الناقبتين حادن لي أمر كور مر معنا هل كان واسبتال كحمر وحنا كيل كرتا أديك ولبا أو عافي ما سيدو كل واحد ديار كوجا تقتر كعذرة دقوت إيه تقتر كقليل كا تاسو حسيدر تقتر كنيرفا يلموجان سيدو كله وحادين كود ديار إيه تقترك هوانكا ناكتي فوليسو غرياش يالو دليسين اسبيتالكا حمر على كيانو سيدو كلا اسبيتالكا حمر وحا كوغو ديارة دوينتا عدرادة دالمالعانتا قفكي اوباهان ان لو قرحيو إلكها وحوليا هاي خيب كلا او غارة او دانتسكا سيدو كلا وحا كو ديار ايه تقترك عرورتا عمرشام اسبيتالكا حمر حدو واشاكمي حمر طن والاك تنشيغو يا intu ku yaala marqana ku wareerbe isbitaalka xamar waxa uu ku yaala degmada xodan ka soo horjeedka isbitaalka xoga ama ka wac lambarka gaaban ee 73 wow balanteenu waa xamar hospital sodo adway magacaagu saddexan iyo degmada aad ku nooshahay magacaygu waa abdullahi muqtar awakar waxa ku noolahay degmada xishid binooni soo aadan okay in barnaamijka ka qabta diyaar u tahay su'aalaha ku weydiin ah diyaar ah waay nambarka koobaad ilaa 10 nambar qabso ha qabsaday nambar 3 nambarka 3aad ee barnaamijka sheekh magaalada loo aqoon jiray bandar qasim sheekh magaalada loo aqoon jiray bandar qasim bandar qasim waxa uu maleeyaa in ay tahay boosaso ah uu maleeyaa عبد الله مختار عبد الله همبلي ايام كلها هي برامجك ان سواشان كو ديناي شيخ مغالده لو قون جير بندر قاسم وا سيدات شيكته وا مغالده بوساسو نصيبك وعن با كو رجينيا غوليسان كلها همبليو اسبيتالك حمر برامج كان تابع غلينيا اي شبيله او قبانيا لبدود مخليدا خالي اد او ميستي برنامج كان صوب بديا دليرتا حواي برنامج في عواي او حنون روح لتهاييو حالده هليتا oo aan harun daryeel haysan iyo rugo xanaanayn leh dhaqaatiir ku xil dheer cilmiga xaakim fahamsiiyey oo aan xoolo dooniyo ahayn xaashidii lacagta xamar hospital bay bulshada xaadir u yihiin xididdada wadnaha aada iyo xarumihii dhiga xirribyada indhaha iyo sankiyo xowl mariidyadada ilka xiridyo xaamila haween la xusul duubaysa xubin ruux ka jabay iyo qofay xaaladiis murugtay qof xiriir ka beeliyo qofkii xanaf yar zu gaartay
xuduntii dalka looga furay xaruntii daweyne xamar hospital garawaad ku xasilaysane ku xakare shacabkii inay xarun haleelaane war meelaan xalkudul mudday ku xanibnayeene xafiis liyo ninkii xoolaliyo kii xamaliyaba xuduntii dalka looga furay xaruntii daweyne xamar hospital garawaad ku xasilaysane xamar hospital garawaad ku xasilaysane insha allah soo dhow soo dhow walaal macaan magacaagu saddexaad yuusuf xuseen cabdulle oo ku faraxsan aad iyo aad yuusuf sidoo kale anaga waan ku faraxsanahay barnaamijkan kala qayb qaadato 11 nambar qabso nambarka 7 ee barnaamijka sheekh koonfurta soomaaliya sanadkii uu yimid gumeystaha sheekh koonfurta soomaaliya sanadkii uu yimid gumeystaha koonfurta soomaaliya koonfurta waa isku day karaa ma isku day wuxuu ku rooyaa isku day la'aanta isku day kun sagaal boqol todobaatankii amaasanta yuusuf maada garan balse nasiib kale aan ku rajaynayaa waqtiga kaloo wanaagsan oo ku faraxsan aad iyo aad soo dhow saaxib waa soo dhowe waa dhowey xuseen shariif xuseen yes koob ilaa 11 nambar qabs 7 saas 7 waxaa ku xusan sheeg saxaabigii sunta cabay haddana aysan waxba ka dhibin sheeg saxaabigii sunta cabay haddana aysan waxba ka dhibin New Yunus aada maasanta su-aasha maada garan waqtiga kalean ku rajeynaya nasiib fiican soo dhow waan dhabay saabir hiraag xasan saabir 11 nambar qabso nambar 2 nambarka 2aad ee barnaamijka nambarkaas hore ayaa loo qabsaday wiil ayaana ku guuleystay hadiyad balse nambar kale qabso nambar 3 nambarka 3aad ee barnaamijka horey baa u baxsay laftirkiisa mid kale qabso wiil nambar 4 nambarka 4aad ee barnaamijka sheeg qoyga Soomaaliya sanadkii uu yimid gumeystaha sheeg qoyga Soomaaliya sanadkii uu yimid gumeystaha 1980 amaasan tahay saaxiib maada garan waqtiga kalean ku rajaynaya nasiib fiican soo dhow saaxiib waa dhow walaal liban cabdibedel cabdibedel ha hay barnaamijka ma daawataa oo horey maga qayb qaadatay mayma maanta ka qayb galaan sidee kula taa marka barnaamijka maxaa sa rajaynaysaa wallaahi caadi la ilta wallaahi inaa guulaysa rajaynaa soo dhow 11 nambar qabso adiga nambarka 6 nambarka 6 ee barnaamijka waxaa ku xusan nambarkaas hore ayuu u baxay balse nambar kale ayaan ku weydiinayaa kaasi oo ah sheekh saxaabigii sunta cabay haddana aysan waxba ka dhibin sheekh saxaabigii sunta cabay haddana aysan waxba ka dhibin nambar aqab taasi saxaabigii sunta cabay haddana aan kana maasha Allah xaq diinta wallahi Abu Bakar mko shikara wallahi Bilal ha oo ku adkaystay amaasan tahay bedel su-aasha ismaada garan balse waqtiga kale nasiib kalean ku rajaynayaa nasiib baa soo dhow waa dhawaa magacaagu saddexan iyo halkaad joogto maxuddiin cabdiqaadir jaylaal maxaa jooga lee bedel idaa jooga degmadooda jir ardaya fasalka form 4 aa dhigta form 4 ardada dhammaan imtixaanaad ku fadhiisanaya ba sanadkaana geli rabaa imtixaanka maxuddiin cabdiqaadir jaylaal maxuddiin su-aalan ku weydiinayaa waxaad sheegtaa gobolka ugu yar gobollada soomaaliya ayaa qabsaad ya shana qabsaad nambarka shanaad ibraahimishka sheeg gobolka ugu yar gobollada soomaaliya
قبل كوير قبل هذا الصومالية قبل كبنادر نبر قفص نبر لح نبر كل حادي برامشك نبر لحد برامش حكوا حسن شايك سحابي جي سنت عبايها دنا أيسن حبك كديبين شايك سحابي جي سنت عبايها دنا أيسن حبك كديبين أصحابي جي سنت خالد بن وليد خالد بن وليد مبريا كل هاي وكتشب أفتي تشتغل كحمر محل إذا يشبه التيفي قولا نير جا جيب قوين عن إله هلكن واسبيتال كا حمر وحنا كيلي كرتا أديق ولبا أو عافي ماد سيدو كل واحد ديار كوغا تقتر كا عذورة دقوت إيه تقتر كا قلين كا تاس وحاسيدر تقتر كا نيرفا يالموغان سيدو كلا وحايدين كود ديار إيه تقتر كا هوين كا ناكتي فولي هسو قرياش يالو لليسيين اسبيتال كحمر على كيانو سيدو كلا اسبيتال كحمر وحاكو قد ديارة دوين تا عذورة دا المالعانتا قفكي أباهان إن لو قرحيو إلكها وحو ليه هاي خيب كلا أو غارة أو دانتستا سيدو كلا وحاكو ديار إيه تقتر كا عرورتا عمر شام اسبيتال كان حمر حد واشاكمي حمر طن والاك تشيغو يا انتو كيالا مرقانا كوريرا بي اسبيتال كا حمر وحاو كيالا دك مدى أخوضن كسورجيت كا اسبيتال كا حوغا اما كوا لمبر كا قابن اتدواتني سدح صدني سدح واو بلنتينو حمر هوسبيتال سولو وادو magacaaga oo saddexan Marwan Abdul Hussein Marwan adiga codkaaga saru qaadaya in 12 number qabso number 8 waxa ku xisan su'aal waxa uu raacsadatan sheeg cayaanka markuu dhargo dhinta sheeg cayaanka markuu dhargo dhinta shinida shinida wa ma san tahay maadan haleelin waqtiga kale yana si fiican baa ku rajaynaya soo dhaw adaw magacaaga oo saddexan Miyey Ustaan Abdul Nasir Ciise Warsame عبد الناصر عيسى ورسمه برنامج كوره ما قيب قادتي مسو مركي كوغه هريسي اه مركي يوريس برنامج كسيده اركايو كوره ما وو قيب غليم قيب غليم ميا هذا كوغه هريسي اه ناصر نمبر لو شي غوبلكا اوو دغموينكا بدن سوماليا غوبلكا اوو دغموينكا غوبلكا بنانجر اه ambariyan kulay hay maxaad shabeelle iyo istaalka xamar leeda waxaan leeyahay horusi socda wax qabad wanaagsan heerkan heerka saraani rajaa asaabti idan bisan waxaan leeyahay inay ka soo qayb galaan barnaamijka wuxuu dhirgelin u yahay dhalinyarada Soomaaliyeed idinkan waxaan leeyahay horu socda keep going hanun ruux la tahay iyo xaalada helita oo aan xarun daryeel haysan iyo rugo xanaanayn leh dhaqaatiir ku xeel dheer cilmiga xaakim fahamsiiyey oo aan xoolo duuniyo ahayn xaashidii lacagta xamar hosbitaal bay bulshada xaadir u yimid xididdada wadnaha aada iyo xarumihii dhiga xirib yada indhaha iyo sankiyo xuul mariid yadaada ilka xirid yu xaamila haween la xusul duubaysa xubin ruux ka jabay iyo qofay xaaladiis murugtay qof xiriir ka beeliyo qofkii xanaf yarzu gaartay xuduntii dalka looga furay xaruntii daweyne حمر هوسبيتال غيرواد كو حزي ليساني كو حكار شعبكي إني حارون هاليلاني ورميلان حالكوذو المدي كو حني منيين حفيس ليون كي حول ليو كي حمالي يبا حدون تي دالكا لوغا فوراي حارون تي دوين حمر هوسبيتال غيرواد كو حزي ليساني حمر هوسبيتال غيرواد كو حزي ليساني ان شاء الله سودو ودوا عبد القني عبد الله محمدي هون عبد القني بل نفر قفصو كو الى 10 سدح عبد القني ما حتشكتا ان شيك حيوان ان لعنين بل سي وخي او دله لعنو اسكتو يو شنو هو
maxaa qosle shinada miya haa waa waa aad qani han balyan kula yahay ee barnaamijka in ustaal xamar ayaa taabig gelinaya shabeel tv uu ka baxaya maxaa leedaa labaduba maxaa soo jeedinaysa taliyo tusaalintaba waa ku dhawaa barnaamijkeena maanta soo muuqdo insha Allah hor soo caalina ki goon soo dhawaa aad qani ku dhawaa han balyan kula yahay sidoo kale halkan waa isbitaalka xamar waxaan ka heli kartaa adeeg walba oo caafimaad sidoo kale waxa diyaar kuuga ah daktarka cudurada guud iyo daktarka qaliinka taas waxa sii dheer daktarka neerfaha iyo lamoogaan sidoo kale waxa idin ku diyaar ah daktarka haweenka naagtii fooleeso guriyaashii lagu dhaliisiin isbitaalka xamar ala keeno sidoo kale isbitaalka xamar waxa kuugu diyaar ah daweynta cudurada dhalmo-la'aanta qofkii u baahan in loo qurxiyo ilkaha wuxuu leeyahay qayb kale oo gaar ah oo dentista sidoo kale waxa ku diyaar ah daktarka caruurta Umar Shaam isbitaalka Xamar hadda waa sheegmi Xamar dhan waa la isheen sheegaya inta ku yaala marqana ku wareerbe isbitaalka Xamar waxa uu ku yaala degmada Hodan ka soo horjeedka isbitaalka Xoga ama ka wac lambarka gaaban ee 73 33 waaw balanteenu waa Xamar Hospital guni gunaanadka barnaamijka mikrofoonka ayaan isla soo gaarnay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka mikrofoonka todobaadkan aad ka daawanaysiin shaashada Shabeelle sidoo kale aad ka dhageysanaysiin idaacadda Shabeelle barnaamijku waxa taaba gelinaya isbitaalka Xamarkaas iyo asxaabta kala duwan halkani hadiyadaha ku guuleysta hadiyada qaaliya gudoonsiinaya isbitaalka aadan markali idin kugu celiyo si gaar ah waxaan kaga daweynayaa xanuunada dhalmo-la'aanta waxaan rajaynayaa inaad fahanteen aad booqan doontaan tan iyo barnaamij xigaan sida ay nabadgelyo حنون روح لتهايي يو حالة ذهليتا او آن حرون دريال هيسن ايو روغو حنانا اللي دقا تير كوحن دار علميقا حاكم فهم سيي او آن حول الدونيو اهين حاشيدي اللعاكتا حمر هوسبيتال بيبل شهدا حادي رويي حديد دادا ودنا ها ايو حرومي الدقا حرب يدا اندها ايو سنكيو حول مريد يدادا الكا حريد يو حاملا هوين لحصول دوبيسا حبين روح كجابي ايو قفي حال الديز مروبتي قف حرير كبالي يو قفكي حنف يرزق قرتي حدونتي دالكا لوغا فوراي حارونتي داوين حامر هوسبيتال غير واد كو حزي ليساني كو حكار شعبكي إني حارون هاليلان ورميلان حالكوذو المدي كو حني منيان حفيس ليون كي حول ليو كي حمالي يبا حدونتي دالكا لوغا فوراي حارونتي داوين حمر هوسبيتال غارواد كو حاسي ليساني حمر هوسبيتال غارواد كو حاسي ليساني ان شاء الله هلكن واسبيتالكا حمر waxaan ka heli kartaa adeeg walba oo caafimaad sidoo kale waxa diyaar kuuga ah daktarka cudurada guud iyo daktarka qaliinka taas waxa sii dheer daktarka neerfaha iyo lamoogaan sidoo kale waxa idin ku diyaar ah daktarka haweenka naagtii fooleeso guriyaashii lagu dhaliisiin isbitaalka Xamar ala keeno sidoo kale isbitaalka Xamar waxa kuugu diyaar ah daweynta cudurada dhalmo-la'aanta qofkii u baahan in loo qurxiyo ilkaha wuxuu leeyahay qayb kale oo gaar ah oo dentista sidoo kale waxa ku diyaar ah daktarka caruurta Umar Shaam isbitaalka Xamar hadda waa sheegmi Xamar dhan waa la isheen sheegaya inta ku yaala marqana ku wareerbe isbitaalka Xamar waxa uu ku yaala degmada Hodan ka soo horjeedka isbitaalka Xoga ama ka wac lambarka gaaban ee 73 33 waaw balanteenu waa Xamar Hospital.